يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم بارك فينا وفي شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب المذي. حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وذكرنا بأن يعني من المؤلفين أحيانا من يقدم البسملة على الكتاب، واحيانا يقول يعني كما هو، وهذا عند البخاري في الصحيح ايضا، يقول كتاب الحيض كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم. اما تقديم البسمله على الكتاب كما هو في هذا الباب، كما في هذا الكتاب، فمن باب كما تقدمت البسمله في اوائل السور، وهذا هو الاصل، ان تتقدم البسمله تيمنا بذكر اسم الله عز وجل. فكأن اسم الكتاب بمثابة اسم السورة،
فالبسملة تتقدم عليه. وأما حين يذكر يعني كتاب الحيض باسم كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم، فعل لأنه يعني قدم يعني جعل البسملة أيضا في بداية الكتاب، وهذا أيضا وارد. على كل حال فهو هكذا يأتي هكذا ويأتي هكذا، أحيانا تذكر البسملة قبل الكتاب، قبل ذكر اسم الكتاب كما في هذا كما قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض، وحين يقول كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدئ، والبخاري رحمه الله تعالى عنده ذلك. كتاب الحيض، الكتاب كما علمتم في اللغة كتب يكتب كتابة وكتبا، وهو يعني المادة تدل على الجمع، من سميت كتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، والمادة تدل على الاجتماع وعلى الجمع. والحيض لغة بمعنى السيلان، فالعرب يقولون حاض الوادي إذا سال الماء فيه. وحادت المرأة أيضا لغة، حادت المرأة تحيض يعني حيضا ومحيضا، فهي حائض، ولذا قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيضة اسم مرة، والحيضة الاسم يعني الاسم للحيض. واستحيضت المرأة أيضا من معاني الاستحاضة، استحاضت المرأة إذا استمر الدم عليها بعد أيامها، أي بعد أيام حيضها، فيقولون المرأة هي مستحاضة. أما في الاصطلاح فهو دم يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، ويعتادها في أوقات معلومة مع الصحة. هو دم يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، يعني يعرف بلوغ، من 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 أعظم أمارات البلوغ بالنسبة للنساء أو بالنسبة للفتيات هو الحيض. نعم، إذن هو دم يرخي رحم المرأة إذا بلغت، ويعتادها في أوقات معلومة مع الصحة. والحكمة في ذلك أن الله جل وعلا يعني قدر على يعني بنات آدم، على بنات آدم قدر عليهن الحيض. لماذا؟ لأنها يتهيأ رحمها كل شهر لاستقبال حمل، فإذا حدث الحمل تغذى هذا الحمل على هذا الدم المتجمع. نعم، إذا لم يكن هناك حمل نزل هذا الدم في عادة المرأة، فهذا هو الحكمة من وجود دم الحيض، أن المرأة تتهيأ كل شهر لحدوث الحمل، فإذا حدث الحمل كانت هذه الدماء غذاء للجنين. إذا لم يحدث الحمل نزل هذا الدم في الأوقات المعتادة التي تعتادها المرأة في ذلك. طبعا يعني الغالب في هذا بأن هذا أمر قدري، قدره الله عز وجل على بنات آدم كما هو البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والعند البخاري في صحيحه يعني أورد البخاري قول بعضهم بأن هذا أمر كان يعني قدر على نساء بني إسرائيل، وكأن البخاري رحمه الله تعالى كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح، قال كان بنو إسرائيل، قال النبي عليه السلام قال كان بنو إسرائيل لا يصلون جميعا، الرجال مع النساء، فتتشرف النساء للرجال، يعني يحدث ايه، تتشرف يعني تطلع من النساء للرجال. نعم، فقدر الله عز وجل عليهن الحيض فمنعهن من المساجد. فعندنا هنا
ظاهر هذا الحديث بأن الحيض كان لمنع نساء بني إسرائيل من المساجد، لكن حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا شيء كتب الله على بنات آدم، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الحيض لا يخص بني إسرائيل. يعني منذ أن خلق الله حواء، نعم، فالأمر يطرد في بنات آدم. أما ما حدث في بني إسرائيل فهو لطول مدة الحيض، وهذا جمع بين الأحاديث. فحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا شيء كتبه الله على بنات آدم الذي رواه البخاري في صحيح، هذا صحيح، كل النساء هكذا، لكن بخصوص بني إسرائيل ما حدث منهم اختلاط الرجال مع النساء فطالت مدة الحيض. وهذا توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو توجيه لطيف الجمع بين الأدلة في ذلك. وطبعا يعني والجمع واجب متى أمكن، يعني عندما يأتينا تعارض بين دليلين فالأولى هو الجمع، أي أن ننزل كل حديث على حالة لا تعارض الحديث الآخر، وهذا أولى من إعمال أحد الدليلين وإغفال الدليل الآخر. إذن هذا أمر يعني قدري وقدره الله جل وعلا، وعلمنا الحكمة من ذلك، هو تهيئ المرأة لحدوث الحمل. ذلك العلماء يقولون إن بأن المرأة الحامل لا تحيض، هذا في غالب النساء. لماذا؟ لأن الدم الذي تجمع في رحمها يتغذى عليه الجنين. طبعا الحائض كما هو معلوم يعني إذا أقبلت حيضتها فهي تدع الصوم والصلاة، والصوم مقصود صوم الفريضة، صوم رمضان، وتدع الصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا تحيض فتؤمر بقضاء، فقلنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقالت لها امرأة لماذا؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ كنا يعني فأجابتها كنا نؤمن، يعني لما أمرت النساء عائشة رضي الله تعالى عنها بقضاء الصوم ولا تؤم وعدم قضاء الصلاة فاعترضت امرأة، فقالت ولما؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرورية أنت يعني من بلدة حروراء، وهي البلدة التي خرج منها الخوارج، لأن اعترضت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تخفيف الله عز وجل على الحائض. لماذا؟ لأن الصلاة يعني شق فعلا، المرأة مثلا تحيض 6 أيام أو 7 أيام وحيانا أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فيشق عليها فعلا الصلاة، هتقضي مثلا 35 صلاة أو 35 صلاة 40 صلاة مثلا، لكن حين تؤمر بقضاء الصوم هي تؤمر الصيام أيام معدودة، فهذا من تخفيف الله عز وجل على النساء. فالحائض يعني تدع الصوم والصلاة وتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وهذا هو الذي سماه النبي صلوات الله وسلامه عليه من نقصان الدين. نعم، أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فهذا نقصان للدين لأنها لم تصم ولم تصلي. والسؤال هنا هل يعني هي يعني هل يكتب لها الأجر؟ يعني المرأة المؤمنة التي تحيض يعني فتمنع من الصلاة، أم أن هذا يعني نقصان للدين؟ قولان لأهل العلم. نعم، والذي يوافق الأدلة بأن هذا أمر يعني لو لم يكن هناك نقصان، لو كان يكتب لها الأجر لما كان هناك نقصان للدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس يعني وما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من كنا. فنقصان الدين معناها أنها تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي. على كل حال فهذا أمر قدري يعني قدره الله عز وجل على بنات آدم. طبعا الحائض عند الأمم
قبلنا اليهود يعني طبعا الناس فيه يتضفن، يعني اليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها وخرجوها من البيت. يعني اليهود كانوا أشد الناس في مسألة الحيض هذه، لأنهم يرون حينئذ يرون أنها نجسة العين، ولذلك لا يؤكلوها ولا يشربوها ويخرجوها من البيت. على النقيض الآخر من الـ من الـ من اليهود النصارى، فالنصارى لا يرون بأسا بالحيض ولا يمنعهم الحيض من شيء، يعني عياذا بالله، أسأل الله السلامة والعافية. ولكن فجاءت أمة الإسلام أمة وسطا كما ذكر الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للحيض أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا خصوص الجماع. لماذا؟ للأذى الذي يترتب على ذلك. نعم، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تطهرن معناه ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي من الحيض. فإذا تطهرن بالغسل، لأنه لا يجوز الإتيان المرأة قبل اغتسالها من الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله من موضع الحرص، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، هم أن يأتيها من موضع الحرص وموضع الولد، على أي حال يأتيها، المهم في هذا الموضع. إذن فهمنا. فكان الإسلام يعني فخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، نعم، فلم يكن يعني غلو اليهود، نعم، فالتشيع في الإسلام لم يكن على كما قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فهذا من الأغلال التي كانت عليهم على الأمة قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك البواب المؤلف أول الأبواب في هذا قال: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. باب مباشرة الحائض فوق الإزار، المباشرة بمعنى التقاء البشرة مع البشرة بدون جماع، دون الجماع، فوق الإزار. وهذا هو السنة في مباشرة الحائض، أنها تباشر من فوق الإزار إذا أراد أن يباشرها زوجها. ومعنى المباشرة التقاء البشرة مع البشرة فيما دون الجماع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها. أمرها أن تتزر يعني أمرها أن تلبس الإزار في فور حيضتها، أي في ابتداء الحيضة حين يأتيها الحيض. فور الحيضة يعني في مبتدأ حيضتها، ثم يباشرها يعني طالما أنها لبست الإزار يبقى يباشرها فيما دون الجماع، لأن الإزار يمنع من التقاء الختانين، لكن يباشرها فيما دون الإزار، وهذا هو السنة في ذلك. وقالت: وأيكم يملك إربه، والإرب بمعنى الحاجة والشهوة، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب مباشرة الحائط. والحديث الثاني في الباب حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. إذن هذه الحديث تدل على جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج.
وأن السنة في ذلك أن يكون من فوق الإزار، حتى لأن الراعي حول الحمى يعني لأن الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه. نعم، فلذلك السنة في ذلك والذي يبعدك والذي يبعد المرء عن التهمة ويقطع عليه سبيل الشيطان أن تكون هناك حائل كما كان النبي صلى الله وسلم عليه. وهذه الأحاديث فيها دلالة على جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وكذلك فيه دلالة على أن يعني بدن الحائض طاهر لم تحل فيه النجاسة خلافا لما كان يعتقده اليهود، كان يعتقدون أن عين بدنها نجس. وفيه دلالة كذلك على استحباب لبس المرأة الحائض الإزار إذا أراد زوجها أن يباشرها كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا أولى وأبعد عن الذيبة وأسلم، والسلامة لا يعدلها شيء. وفيه كذلك أيضا من فوائد الحديثين اتخاذ الأسباب التي تحول بين العبد وبين المعصية، اتخاذ الأسباب والتدابير التي تحول بين العبد وبين المعصية، لأن الجرأة في مثل هذه الأشياء أو في غيرها أو عدم اتخاذ الأسباب التي تمنع العبد من الوقوع في المعصية قد تجره إلى المعصية، عياذا بالله، قد تجره إلى المعصية. وفي بيان يعني عظمة هذا الدين وأن هذه الأمة أمة وسط في أحكامها وفي تشريعاتها، فليست بغلو اليهود، نعم، وليس كذلك بتفريط، ليست بإفراط اليهود وليست بتفريط النصارى. باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد، باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد. طبعا يعني مسألة يعني تحريم يعني جماع الحائط في الفرج هذا أمر مجمع عليه، لأن وردت الأدلة من الكتاب ومن السنة. طيب من وقع في ذلك؟ من وقع في ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هو آثم باتفاق الجميع. وهل تجب عليه كفارة؟ كثير من أهل العلم يوجب عليه كفارة ربع دينار، يعني ربع دينار حوالي 4 جرامات و25 جراما من الذهب. هذا لمن وقع في مع الاسم مع التوبة والاستغفار. نعم، هو أمر جلل يعني، فلأن الله جل وعلا حرم ذلك، ومن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى تعظيم الأوامر وتعظيم الشرع وتعظيم الأمر والنهي. باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد، يعني جواز الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد، لأن بدن الحائض كما علمتم وأن حيضتها لا تؤثر في طهارة بدنها، فلذلك جاءت النصوص تدل على جواز الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد، واللحاف بمعنى الغطاء الذي يتغطى به الرجل وأهله. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضاجعات في خميلة، والخميلة هو يعني كساء له ملمس لين، يعني كساء يعني ذو خمل أو كساء ذات خمل، يعني الملمس لين يعني مثل القطيفة ونحو ذلك. بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة حط، هذا قول أم سلمة، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: أنفستي، والنفاس هنا بمعنى الحيض، لأن كل من النفاس والحيض هو الدماء تخرج من المرأة، لكن غلب إطلاق النفاس على الدماء اللي تخرج بعد الولادة، لكن يطلق النفاس أيضا على الحيض. قال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضجعت معه في الخميلة، نعم، ليبين النبي صلى الله عليه بأن جواز مثل ذلك، وأن بدن الحائض لا يعني طاهر ولا أثر للنجاسة فيه حتى لو كانت الدماء تخرج
حتى لو كانت المرأة حائضا خلافا لما كان يعتقده اليهود. وفيه يجوز للضجاع مع الحائض في لحاف واحد. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا وكذلك أهله كان جنبا، وهذا معناه أن يعني جواز اغتسال الرجل والمرأة من إيه؟ من ماء واحد. طبعا هذا الماء الواحد لما اغتسل منه الماء موجود في الإناء، لأن الماء طاهر لا ينجسه شيء. الماء كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. فالحديث هنا يعني كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، في دليل على جواز ذلك، وفي دليل كذلك على أن الماء المستعمل طهور. لماذا؟ لأنه يعني لابد أن يحدث أن يختلط هذا الماء بالماء المستعمل لما يختلف من الإناء، سواء الرجل أو المرأة. فمعناه إيه؟ معناه أنه حيختلط الماء المستعمل بالماء الذي لم يستعمل. فهذا الحديث فيه دليل على أن الماء المستعمل طهور، خلافا لمن ذهب من العلماء إلى أن الماء المستعمل هو طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره. والصواب أن الماء طالما أنه باق على اسم الماء فهو طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا معنى كلمة طهور. وفيه دليل وفيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد من الجنابة، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه اغتسل. طبعا هذه أحوال خاصة، لكن نقلها أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يحفظنا الدين على 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 على, على الأمة، لأننا علمنا أن أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه كأقواله تشريع وكتقريراته. فالسنة تشمل السنة القولية والسنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام، وتشمل كذلك السنة التقريرية. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها معنى ان بدن، هذا ايضا يدل ان الحائض يجوز لها ان تفعل، وطالما ان بدنها طاهر يبقى لا حرج عليها في ذلك. وترجيله، الترجيل بمعنى تسريح الشعر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها يقول: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. طبعا تعلمون أن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة لإيه؟ كانت ملاصقة للمسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد معتكف في المسجد يخرج لها رأسه، وهذا فيه دليل على أن إخراج المعتكف رأسه من المسجد لا يعني خروجه من المسجد. نعم، لأنه طبعا كما قد علمتم أن المعتكف إذا دخل المسجد بغرض الاعتكاف فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد المدة التي نواها في اعتكافه إلا لحاجة أو ضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ده رأسه في المسجد فأرجله. نعم، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وهذا فيه دليل أيضا على أن المعتكف أنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد مدة اعتكافه إلا لحاجة أو ضرورة. والحاجة معنى إيه؟ حاجة مثلا قضاء الحاجة، يعني أو يحتاج إلى طعام أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الخروج لقضاء هذه الحاجة. لذا قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والحديث فيه دليل على الترجمة.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. طبعا يباشرني وأنا حائض مقيد به أنه كان يأمرها بأن تتزر أي أن تلبس الإزارة، وهذا فيه دليل على جواز ذلك كما مر علينا. وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فيعني فأغسله وأنا حائض إذن في دليل فيه دلالة على جواز يعني أن إخراج المعتكف رأسه من المسجد لا يعني إخراجه، وفي دلالة على جواز مثل ذلك. طبعا هذا كان في ذاك الزمان، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد. الأمر الآن اختلف في المساجد، لكن على كل حال فهذا الأمر جائز كما قد علمتم. وفي دلالة على أن بدن الحائض طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها رأسه يعني فتوجله. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري، والحجر والحجر لغتان، نعم، كان يتكئ في حجري. طبعا الاتكاء خلاف الجلوس، اتكاء فيه يعني جلسة يعني فيه راحة مد للبدن، وكان متكئا فجلس. كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهذا كله يعني دلالة على أن بدن الحائض طاهر، نعم، لم تتعلق به النجاسة، وأن النجاسة فقط في الدم الذي يخرج من فرجها. وفي دلالة على جواز مثل ذلك، ولذلك العلماء استفادوا من هذا استفاد العلماء بالإشارة من هذا الحديث على جواز يعني مس الجلد الخارجية للمصحف لغير للمحدث خلاف صفحات المصحف. صفحات المصحف لا يجوز مسها إلا لمن كان طاهرا، والطهارة هنا تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، لحديث النبي صلى الله عليه وفي كتابه لأبي بكر بن حزم، وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، معناه أنه لا يجوز مس صفحات المصحف إلا لمن كان طاهرا طهارة كاملة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لحديث النبي صلى الله وسلم عليه. لكن الجلد الخارجية للمصحف اعتبره العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة وكان يقرأ القرآن، وعلى ذلك لا حرج، لأن هذه ليست قرآنا، يعني الجلد الخارجية للمصحف ليس قرآنا. الممنوع هو مس صفحات المصحف نفسه، وكذلك الحائض ممنوعة من مس. هل الحائض ممنوعة من قراءة القرآن؟ فيها حديث ضعيف فيه مقال، والصواب أن الحديث الذي يمنع الحائض من ذلك ولا يقرأ الحائض أو الجنب شيئا من القرآن ضعيف لا يصح، وللحائض أن تقرأ القرآن، لكن ليس لها أن تمس صفحات المصحف إلا بحائل، والحائل ممكن يكون بقلم أو ممكن يكون بقفاز، يعني بحائل يحول بينها وبين، لكن يجوز لها قراءة القرآن على أرجح قولي أهل العلم في ذلك. طبعا من المسائل المهمة أيضا التي تتعلق بالحيض هو الاستحاضة، والاستحاضة هو جريان الدم على المرأة متخط يعني فوق أي أيامها المعتادة، والاستحاضة ليست حيضا، أن الحيض هو الذي يعتري المرأة في أوقات معتادة، نعم، فالاستحاضة معناها أن جريان الدم على المرأة متجاوزا أيام حيضته. طبعا المستحاضة حدثت يعني حمنة بنت جحش رضي الله عنها، يعني استحيضت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، نعم،
يعني بعد الدم لم يزل الدم ينزل منها متجاوزا أيام الحيض. طبعا دم الاستحاضة خلاف دم الحيض. دم الحيض هو يعني أسود، يعني مش أسود أسود، يعني هو أحمر لكن داكن يميل إلى السواد، منتن، له رائحة كريهة. أما دم الحيض مثل سائر الدماء، استغفر الله، أما دماء الاستحاضة فهو مثل سائر الدماء. فهذا هو الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. دم الحيض ينزل في أوقات معتادة تعتادها المرأة، 6 أيام أو 7 أيام أو أقل من ذلك. نعم. ودم الاستحاضة يستمر نزوله على المرأة، وهو من جنس الأمراض، من جنس المرض الذي يعتري النساء. حكم الحائض كما هو معلوم، الحائض تترك الصوم وتترك الصلاة، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. المستحاضة فيتدع الصلاة أو أوقات الأوقات المعتادة لها، بعد ذلك تتحفظ ويعني من نزول الدم، يعني تضع أشياء تمنع يعني نزول الدم، ويعني تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. طب إذا نزل منها الدم معفو عنه، معفو عنه، لكنها تتوضأ لكل صلاة، هل يلزمها الاغتسال لكل صلاة؟ لا يلزمها الاغتسال لكل صلاة، وإنما يلزمها الوضوء لكل صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حمنة وغيرها أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. طيب، وبالنسبة للاستحاضة، هذا حكم الاستحاضة. طيب، يعني يا تصلي وتقرأ القرآن، تصلي وتقرأ القرآن، تصوم وتصوم، خلافه، وهذه لا خلاف فيها بين العلماء في الصلاة أو في الصوم، لكن الخلاف إيه الذي حدث بين العلماء بالنسبة للمستحاضة، هل يجوز لزوجها أن يأتيها في استحاضتها أم لا؟ خلاف، والصواب في ذلك جواز ذلك، لأن الممنوع هو عدم إتيانها في الحيض، وهذا ليست حيضا، وهذه ليست حيضا. وإذا لم تمنع من الصوم ومن الصلاة يبقى هي كسائر النساء، ولا لو كانت تمنع من الصوم والصلاة لمنعت كذلك، لمنع من من جماعها. لكن المهم أن يتيقن بأن هذه الدم هي دماء استحاضة وليست حيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة وإنما هو عذق، يعني حدث إيه؟ حدث نزيف، وهذا الذي يسميه الناس الآن بالنزيف. طبعا النساء في هذا بالنسبة للاستحاضة، النساء 3 أنواع. الموضوع ده موضوع مهم، لأن كثير من النساء بيتعرض، طبعا كل النساء يتعرضن يعني للحيض، لكن بيتعرض بعضهن للاستحاضة فيشكل عليهن حكم ذلك. هنا هناك 3 أنواع من النساء: المرأة المعتادة، والمرأة المميزة، والنوع الثالث من النساء اللي هي معتادة ولا هي مميزة. أما المرأة المعتادة التي اعتادت الحيض، يأتيها مثلا كل 7 أيام 6 أيام 3 أيام. طبعا هل هناك حد الأكثر الحيض أو أقل الحيض؟ من أهل العلم من حد أقل الحيض يوم وليلة، ومنه من حده 15 يوما، والصواب أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثر الحيض، طالما أن الدماء هي دماء حيض. نعم. المسألة خلافية بين العلماء في مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض، منهم من حده بأنه أقل يوم وليلة، ومنهم من حد أكثر بأنه 15 يوما، ومنهم من حد أقل من ذلك. وفي المسألة تدور بين العلماء في هذه المسألة. لكن النوع الأول من النساء وهي المرأة المعتادة، نحن نتكلم على إيه؟ نتكلم على المرأة المستحاضة التي استمر نزول الدم منها بعد أيام حيضها. إذا كانت هي معتادة بمعنى أنها اعتادت كل شهر 6 أيام 5 أيام 7 أيام، فإذا كانت معتادة يبقى تركت الصلاة والصوم أيام عادتها، فإذا انقضت هذه الأيام اغتسلت وصلت وصمت،
ولا يمنعها ولا تمنع الاستحاضة على الراجح من أقوال أهل العلم من إيه؟ من 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 إتيان زوجها له. فهذا النوع الأول من النساء وهي المرأة المعتادة. النوع الثاني، طب إذا لم يكن لها عادة، فالنوع الثاني من النساء هي المرأة المميزة، والمرأة المميزة التي عندها تمييز تستطيع أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فإذا كان عندها تمييز، طبعا علمنا بأن دم الحيض هو دماء منتنة وتميل إلى السواد ولها رائحة نعم وغليظة بخلاف دم الاستحاضة كسائر الدماء. فإذا كانت المرأة مميزة لدم الاستحاضة من دم الحيض، يبقى هي تمكث يعني في وقت حينما تكون الدماء دماء حيض، فتدع الصوم والصلاة ولا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. فإذا وجدت الدماء الأخرى اغتسلت وصامت وصلت وتوضأت، إيه؟ توضأت لكل صلاة مع التحفظ. طبعا مع التحفظ يعني تضع أشياء تمنع نزول الدم. يبقى هذه النوع الثاني من النساء هي المرأة مميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك في حديث حمنة قال ليست بحيضة. ليه؟ لأن الدماء هنا اختلفت عن دماء الحيض. النوع الثالث من النساء اللي هي معتادة ولا هي مميزة، فهذه ماذا تفعل؟ هي لا تستطيع أن تميز، ليس عندها قدرة على التمييز، وكذلك هي ليست معتادة، يعني الأمر فجأها، فليست معتادة. فهذه تنظر في أقاربها وفي المحيط الأسري لها، فتنظر غالب حيض النساء ممكن بعضهن 6 أيام بعضهن 7 أيام، فتتحيض المدة التي غلبت على أقرانها. ليست معتادة وليست مميزة، فهذه تتحيض المدة الغالبة في قريناتها 6 أيام أو 7 أيام، لأن الغالب حيض النساء بيكون بين هذا وذاك، بين هذا وبين ذاك. ففي هذه الحالة هتدع الصلاة المدة الغالبة التي غلبت على قرينتها، وبعد ذلك تغتسل وتتوضأ وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. هذه هي بصورة موجزة عن الدماء، عن أحكام المستحاضة. يبقى المرأة كم نوع من أنواع النساء؟ 3. أولها المرأة المعتادة التي اعتادت عادة، يبقى تمكث أيام عادتها، نعم، ثم تغتسل وتصلي وتوضأ لكل صلاة. ثاني المرأة المميزة التي تستطيع أن تميز دماء الحيض من غيره، فحتترك الصلاة في طالما ان الاوصاف هي اوصاف الحيض، وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. النوع الثالث اللي هي المتحيرة، اللي هي معتادة ولا هي مميزة، يبقى هذه تنظر الى غالب الحيض في قرينتها، فتترك الصلاة والصوم في هذه المدة التي غلبت على قرينتها، وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. طبعا حديث أم عطية أيضا من الأمور المهمة، أن كيف تعرف المرأة الطهر. طبعا النساء يعرفن ذلك حتى يعني تظهر القصة البيضاء، يعني قطعة من القطن، تضع قطعة من القطن في موضع نزول الدم، نعم، فإذا خرجت هذه القطعة من القطن بيضاء بلا كدر، فهذه المرأة حينئذ تكون طاهرة. فالكدرة والسفرة في زمن الحيض حيض، يعني طالما أنها تضع القطن فتخرج فيها كدر، فالكدرة والسفرة في زمن الحيض حيض. أما بعد أن ترى الطهر، إذا رأت الطهر ثم رأت بعد ذلك كدرة وسفرة، ففي هذه الحالة لا يعتد بهذه الكدرة والسفرة لأنها رأت الطهر. لماذا؟ لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. إذا طالما أن المرأة رأت الطهر، إذا 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 هناك فرق بين الكدرة والسفرة في زمن الحيض متصل بالحيض، وفرق بين الكدرة والسفرة بعد
الطهر. فالقدوة والسفرة قبل الطهر حيض، وأما بعد الطهر فإنها ليست بحيض. يعني ماذا؟ يعني تصلي وتصوم لا حرج عليها في ذلك، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في ذلك. هذه بعض الأحكام التي تحتاج النساء في الحيض. وكذلك ومن المهم جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث عند البخاري في الصحيح، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك أنا ما شاء الله يعني سعيد جدا أن الإخوة بيأتون في الفجر مع الجو البرد ونحو ذلك، لكن يعني المعالي تحتاج إلى جهد ويحتاج إلى جهد ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال العلماء دل الحديث على أن من لم يريد الله به خيرا، على أن من لم يفقه في الدين، من لم يتفقه في الدين، فإن الله جل وعلا لم يريد به خيرا. فالحمد لله فرصة، الحمد لله نحن بنتجاذب، وبفضل الله بركة الدروس اليومية دي لها بركة عظيمة في الحقيقة. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مثلا كتاب احنا بندرس، انا يعني ادرس مع اخواني عمدة الاحكام 3 سنوات الان، قريب من 3 سنوات، ولما ننهي كتابه كم حديث؟ 440 حديثا، لان الدرس اسبوعي. هذا الكتاب حوالي 1900 يعني 1906 حديث، ان شاء الله هيخرج يعني باذن الله ينتهي في الايه يعني في اقل من ثلث المده اللي احنا ماشيين فيها في عمدة. لماذا؟ الدروس اليوميه فيها بركه، ودروس الفجر كذلك. الفجر بفضل الله ميزان لك، ميزان دقيق جدا لك انك تضبط نفسك عليه، نعم. واذا اذا اذا كنت حريصا على صلاه الفجر فان شاء الله حتكون باذن الله يعني يقودك هذا الحرص على قيام الليل باذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا انك في فضل الله بركه اليوم يعني بورك لهذه الامه في بكورها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.